24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. نقول لك لان المقابلات النهائيه بحال هكذا خساره القاعه ما كتستعش باش تخرج كره السله. قاعه ضيقه شويه، الاناره ديالها ماشي هذا. كره السله كتلعب في قاعه بحال الزياتن، بحال قاعه ديال جمعيه السله صراحه. الان 2-1 عاوتاني، ان شاء الله نعيدوا الان ونحاولوا نصحوا الاخطاء اللي عملنا خصوصا في الدفاع باش نكونوا واجدين ان شاء الله هنا اليوم الاحد باش نفرسي ان شاء الله المقابله الخامسه اللي هي الحاسمه ان شاء الله. اولا كنبغي نشكر الجمهور اللي كيحضر كل مره وكيشجعنا وكيعطينا واحد الدافع كبير. بالنسبه للعابه اليوم كانوا رجال، فريمون رجال بمعنى الكلمه. قدينا نسيروا جميع اطوار المقابله، يعني ما فيهم رجعوا علينا ولا عاوتاني فتناهم في السكور، الحمد لله والشكر لله. بالنسبه للماتش الثالث ان شاء الله غادي نديروا كل ما في جهدنا ان شاء الله باش نجيبوا التاهل، نجيبوا البطوله ان شاء الله 18 لفريق الفتح الرياضي ان شاء الله السبت المقبل. وحنا غادي نديروا لي ماي لي بي ان شاء الله باش غادي ناخذوا المباراه ان شاء الله، غادي ناخذوا المباراه في طنجه ان شاء الله.